محل الاندلس من الزبير. بالزبير شو هالكهرباء عندكم؟ والله بالضيم. والله العظيم بالضيم الكهرباء عدني طفونها علياني لا بالساعة ولا بالساعتين ولا بالثلاثي بالضيم. والله وكيلك اطفعنا قاطع الحار، احنا قاطعنا الحار. من حي الحسين. حي الحسين بيا مكان حي الحسين. موسى الكاظم. موسى الكاظم شلون الكهرباء عندكم؟ والله الكهرباء شبه يعني تنطفي وتشتعل، يعني مو مرات نص ساعة، اي نص ساعة تنطفي، ثلاث ساعات اربع ساعات مشتعلة. احنا من التنومة. التنومة شلون وضع الكهرباء عندكم؟ والله شوي تعبان الكهرباء البصرة، يعني محولات كل ساعة طاقة، محولة يعني كل ساعة طق كل ساعة طق، تدي انا بيها بلوى نروح للكهرباء يقول لك الا وصولات، نجيب وصولات نجيب وصولات يقولون والله ماكو محولة، تدي انا بلوى. وهذا رياب الخصيب، الكهرباء الحمد لله زينة عندنا. يعني الاوقات ايش قد تشتغل؟ يعني مراوسينها بثلاث ساعات بثلاثة، ساعتين بساعتين والحمد لله. متنومة. متنومة شلون وضع الكهرباء؟ والله الايام مو زينة، ذيك الفترة لا نعمة، بس هالايام كلش الوضعية كلش تعبانة، يعني تنقطع بالليل ما تجي الا شو اقول لك؟ انواب اربع ساعات خمس ساعات ما تجي. تطفى؟ اي تطفى. يعني مستمرة هاي تطفى اربع ساعات؟ اي تصير لها تقريبا هاي ثلاث اسبوع تطفى. مناول جم. مناول جم شلون وضع الكهرباء؟ والله بالضيم. تطفى ما تجينا الا يوم ثاني. كل ساعة يطفى، كل ساعة يطفى. والله صار بالاسبوع. اسبوع كامل هاي على حالها هنا. ما حتى خمس دقائق ما تطول تطفى. بالضيم. فور الزبير. فور الزبير. سولفيني الكهرباء عندكم شلونها؟ والله الكهرباء حسب الحمل، يعني حسب الناس، اذا الناس تريد تلود عليها اكيد الجو حار وما تتحمل، بس شيء على شيء زين الحمد لله. قد ساعات تشغيل؟ ساعات القطع قليلة يعني مو هواي. قد يعني يجي ساعتين يقطعها هيك بالنهار، ساعة بالليل هيك يعني. انا ابو الخصيب. ابو الخصيب وين ابو الخصيب؟ بالصنقر. اي نعم. كهرباءكم شلونها؟ الكهرباء نعمة الحمد لله. يعني باليوم تنقطع فد ساعة ساعتين وترجع. الحمد لله والشكر يعني زينة. من الفاو والله كل زينة الحمد لله والشكر، ما تنقطع مستقرة، وضعها كلش طبيعي نعمة. يعني هاي الفترة الصيف اكو بها انقطاعات؟ والله ما صار بها انقطاع، صارت تصليح شوي سووا بها صيانة. قطعوا لمدة تقريبا ساعتين هيك سووها بعد ما انقطعت ابد. يعني حاليا الامور تمام؟ كلش تمام الحمد لله مستقرة. قبلة. بالقبلة. وين بالقبلة؟ حي القائم. حي القائم. حجي قل لي كهرباتكم شلونها؟ يعني زينة. زينة الحمد لله. يعني مستمرة 24 ساعة؟ لا مو 24 ساعة، يصير قطع ساعة ساعتين. يعني هاي ازيش ساعتين ما تنطفي. تجي جاهزة يعني ما بيها ضعف لا بيها شيء؟ يعني مرات الظهر بيها ضعف، بس الظهر. بس الظهر بالليل زينة، بالنهار زينة، الصبح. رميل الشمالية. رميل الشمالية. سولف يا وضع الكهرباء عندكم شلونه؟ والله وضع الكهرباء عندنا زين، بس عندنا الرئيسي جاي يصير عليه تحمل قوي يهبط، يعني جاي ينزل، فطالبنا اكثر من مره من مرتين ماكو لحد الان. اكو قطوعات جاي يصير؟ اكو قطوعات، يعني بوقت الظهر يمين يصير تحمل قوي عليه جاي تطيح من الرئيسيه من هناك. قد تطفى تقريبا كم ساعه؟ يعني تطفى ساعتين او ثلاثه، مرات تطفى يوم مرات نص يوم. الموفقيه. الموفقيه. اي قل لي شلون الكهرباء عندكم؟ الكهرباء والله الحمد لله زينه والامور جيده وزين، وكهرباء مستمره ما تنقطع 24 ساعه يعني؟ 24 ساعه موجوده الكهرباء. اي ماكو قطوعات؟ لا ماكو قطوعات الحمد لله مستمره 24 ساعه.